ينضم أيضا إلينا مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ عبد الرازق، بعد التحية يعني وجه لحضرتك نفس السؤال الذي وجهته لضيفتنا السابقة، بأي أمارة هذه البيانات من الممكن أن تخرج؟ ألا يشعرون بالحرج أن يتحدثون عن مصر بهذه اللغة في ظل كل التقدم والحقوق التي يحصل عليها المواطن في الوقت الحالي؟ يعني خليني اولا اقدم لحضرتك التحيه ومشاهدينك الكرام، لكن خليني اقول لحضرتك ان كل سلوكيات او كل بيانات على هذه الشاكله من استهداف مصر بتشويه ملف حقوق الانسان، اعتقد هناك حاله من الانفصام والازدواجيه. اعتقد لا يشعرون بحرج. خليني اقول رسالتين مهمين جدا. الاولى ان دوله 30 يونيو او الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 7 سنوات اعتقد انه كل اهدافه وعلى راس اولوياته هو بناء الانسان المصري وتخليصه من المعاناه والازمات، وشفنا بدايه من القضاء على العشوائيات، القضاء على فيروس سي وغيرها من الخدمات، وتغيرت احوال مصر. خليني اقول لحضرتك من اهم حقوق الانسان هو نعمه الامن والاستقرار وحق محاربه الارهاب، وشفنا وواضح ان هم بالتاكيد كانوا طرف في الدفع وتمويل الارهاب اللي كان بيستهدف اسقاط مصر وتمزيق على غرار ما حدث في يناير 2011. الجزء الثاني حاله الازدواجيه اللي بيعاني منها الغرب وبيتعاني منها، شفنا حضرتك احداث او مظاهرات اللي حصلت في حائط تسليم وتسلم الرئاسه الامريكيه في الكونجرس وسقوط 5 قتلى وبدم بارد ودون محاسبه قانونيه، وفلويد هذا الامريكي او المواطن الامريكي الاسود التي تم قتله وسحله وتنكيله، هناك خطاب مزدوج. ايضا امريكا، وتذكر رئيس الوزراء الاسبق يعني ديفيد كاميرون لما احداث مانشستر لما قال لا تسالوني عن حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بامن بريطانيا، وايضا احداث فرنسا والسترات الصفراء وقانون فرنسا الشامل اللي بيعطي دون حدود ودون قيود لرجال الامن لحريه التعامل بالسحق والتنكيل وحتى عدم تصوير رجل الامن وهو بيمارس عمله خلال المظاهره. خلينا اقول لحضرتك الجزئين دول سواء الحاله وما يحدث من تطوير وتحديث واهتمام غير مسبوق بالانسان المصري وتخفيف المعاناه عنه، انا نفسي اسال يعني المواطن في العراق، وانا اسف جدا اشقائنا ونتمنى لهم كل الخير، ماذا جنى وماذا حصد جراء ما اوهموه بالديمقراطيه وبالحريه وحقوق الانسان، الان هو يدفع ثمنا باهظا بعد سقوط الدولة الوطنية، ما يحدث، ماذا حدث للمواطن في ليبيا، ماذا حدث للمواطن في سوريا، ماذا حدث للمواطن في ليبيا، ماذا حدث للمواطن في الشعوب العربية اللي واجهت الربيع العربي. أعتقد أنها يعني زي ما بقول لحضرتك يعني اللعبة مكشوفة ولعبة مفضوحة بخداع والتشدق. كيف المجتمع الشرقي مجتمع يتمسك بالإديان أن يعني يعترف ويقر حقوق شاذة وأفكار شاذة مثل زواج المثليين وحقوقهم وحقوق الإرهابيين بأي منطق؟ أنا أعتقد أن هذا التقرير كتب بأنامل وأيادي إخوانية، وأعتقد أن ده تصدير لفكرة حماية العملاء ومحاولة إعادة تدوير الفوضى الخلاقة والمخلفات الحقوقية اللي دايما بيحاولوا ياخدوها أو يوهموا بها الشعوب وبتجري بها وغسيل عقول وتغييب وتزييف عقول وعي الشعوب، والشعوب ايضا تدفع ثمنا باهظا من امنها ومن استقرارها بل من وجودها. يعني انا ما شفتش حد ذكر معسكرات اللاجئين ومخيمات اللاجئين والمتشردين والقتلى في البحار والمحيطات ومن يتسولون في شوارع اوروبا من دول الربيع العربي. ليس لا ادري، يعني انا شفت يمكن زرت في مصر اكثر من 10 زيارات للسجون المصريه، يعني انا والله وبكل موضوعيه اشهد ان هناك اهتمام كبير جدا ورعايه صحيه. خليني اقول لحضرتك هناك يعني سجناء او نزلاء يرتدون البدل الحمراء طبقا لاحكام قضائيه وليس لديهم اي اهداف اخرى، شهدوا شهاده حق واعترفوا بمدى الرعايه والخدمه الصحيه والاجتماعيه الموجوده. خليني اقول لحضرتك مجدي حسين وهو صحفي ايضا لما بيقول ان انا اتمنى انني القى هذه الرعايه الصحيه بعد خروجه من السجن خلال بضعة أشهر، يعني أعتقد أن هناك استهداف سياسي، هناك محاولة لإعادة تدوير سيناريوهات الفوضى. طبعا بطبيعة الحال ما يحدث في مصر لا يرضي هؤلاء، لأن زي ما قال سيادة الرئيس كلما سعت مصر للتقدم حاولوا كسر قدميها، لا يرضي هؤلاء الغرب أو أعداء مصر التقليديين
حالة القوة والثقة للإقليمي والدولي. لا يرضي مصر، لا يرضي هؤلاء أن تكون مصر يعني مركز إقليمي للطاقة، لا يرضي هؤلاء أن مصر تنتصر على الإرهاب منفردا، لا يرضي هؤلاء أن تكون لمصر جيش وطني قوي صلب، لا يرضي هؤلاء أن يكون لدى مصر شعب عظيم لديه من القوة والوعي والإدراك كما قال سيادة الرئيس، اللي هو السياج القوي المتين من قوة ووعي وإدراك. أنا بقول أن هناك محاولة لإعادة تدوير هذه، والتأكيد على فكرة الإدراك. الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما أكد عليها، لابد من الإدراك، لابد من الوعي، وهذا هو الذي يحدث على أرض الواقع بالفعل. وإن استطرقنا أيضا في الحديث، الموضوع ليس فقط لأن المواطن المصري يطلع على ما يحدث، لكنه يشعر بما يحدث، وهناك فارق كبير. يعني خلينا أقول لحضرتك، يعني في فرق بين الوعي والإدراك. الوعي بين سيادة الرئيس دايما يمكن أضاف كلمة الإدراك على الوعي، لكن المواطن المصري يعني جزء مهم جدا أنه هو على دراية وعلى وعي ومدرك لما يحاك لمصر من مؤامرات. وخلينا أقول لحضرتك النموذج التقليدي في مشروع محمد علي ومشروع جمال عبد الناصر، لكن هذا المشروع اللي بيقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مشروع ناضج وموضوع ومشروع يملك أدواته، وفي دولة لديها قدرة ومكونات وقدرة مؤثرة وشاملة، أعتقد في حالة من النضج والرشد. مصر دولة لا تبحث إلا لتحقيق أمال وتطلعات شعبها، للدفاع عن حقوقها وثرواتها وأمنها القومي. أعتقد أن كل مواطن مصري بيلمس حالة التغير والحياة الكريمة. بنشوف حضرتك مشروع تطوير الريف المصري وحياة كريمة اللي طبعا بتستهدف 58 مليون مواطن مصري في أكثر من 4500 قرية، بتكلفة دولة بتنفق بسخاء على مواطنيها وتغيير حياتهم للأفضل بأكثر من 500 مليار أو 600 مليار جنيه. وشفنا حضرتك المساكن، القضاء على المساكن المناطق العشوائية والمناطق الخطرة بتوفير وحدات وسكن كريم لائق مجهز بالأساس ومجهز بالأجهزة الكهربية وفي مناطق فيها كافة الخدمات والأنشطة الإنسانية. أنا أعتقد هؤلاء لا يخجلوا من أنفسهم، وإلا يعني أعتقد أن هم لا يعرفون هذا الخجل، ولكن بس حتى إن كانوا لا يخجلون يا أستاذ عبد الرازق وعذرا على المقاطعة، يعني هذه اللعبة أصبحت لا تنفع. أنا أعتقد خلاص بقى عندنا نماذج حاضرة من الماضي، عندنا العراق، عندنا ليبيا، عندنا سوريا. المواطن المصري مواطن ذكي، مواطن بيحمل جينات العظمة، يستطيع أن يفرز ويعرف الغص من السمين، ويعرف ويدرك تماما ما يستهدف مصر من مؤامرات ومخططات. وأعتقد أنها لن تنطلي ولن تخيل على المصريين. المصريين صفا واحدا، أكثر تماسكا وأكثر اصطفافا خلف الوطن وخلف قيادتهم السياسية، مدركون تماما لما تبذله على مدار الساعة وطوال القيادة السياسية التي تواصل ليل بالنهار لتغيير وضع وحياة المصريين إلى الأفضل. بنشوف سيادة الرئيس هذه اللمسات الإنسانية والإنسانية المتدفقة اللي سواء في شوارع مصر مع البسطاء والسؤال على أحوالهم، تلبية احتياجاتهم، وشوفنا يعني والتعامل الإنساني مع أسر وأبناء الشهداء اللي ضحوا من أجل الوطن. لا، في مصر في حالة خاصة، ولكن الغرب والنظام الجديد والإدارة الجديدة على ذكر يوم الشهداء أستاذ عبد الرازق وعذرا على المقاطعة مرة أخرى، لكن فكرة التقدير أيضا للمجهودات هذا أيضا من ضمن الأمور الهامة جدا، يعني أنه دائما هناك تقدير لكل مجهود بذل من كل مصري. يعني في احتفالية يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح جدا أنه هو بيبرز مجهود كل واحد، سواء كان أصيب، سواء كان تم استشهاده، إذن هناك تكريم لأسرته، وهناك مراعاة أيضا لشعورهم ويعني وما يمرون به في الوقت الحالي. إذن هناك رعاية وهناك تقدير في نفس الوقت. خليني يعني بشكرك على السؤال استاذ دعاء، بس خليني، احنا دايما الاعلام بيتكلم على ارضيه من الواقع، وبالتالي هو اعلام اكثر مصداقيه واكثر شفافيه. بمعنى ان احنا على مدار 7 سنوات ما شفناش الا اللي بيتكرم من المصريين الا بالفعل لمن اعطى ومن ضحى ومن قدم. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيستقبل بسطاء المصريين اللي هم رمز للكفاح المشرف، الكفاح بشرف من اجل حياه كريمة وشريفة. وأعتقد شفنا فتاة العربية، فتاة الستروسيكل أو الميكروباص، وشفنا هذه النماذج المصرية، شفنا تاجر أو بائع الفاكهة، شفنا حاجات كتير. لكن عندما يتعلق الأمر بالشهيد، يعني ما فيش أكتر من الإنسان ممكن يقدم روحه أو دمه أو جزء من جسمه فداء لهذا الوطن. فأعتقد أن نحن بصدد قيادة سياسية مختلفة لا ترى إلا مصلحة مصر، ومصلحة مصر أيضا موجودة في من يقدم ومن يعطي، مش بس الشهيد اللي مسك السلاح، ده الشهيد كمان اللي الطبيب اللي قدم روحه فداء لهذا الوطن، فداء
ايضا للانسانيه وحمايه مصر وامنها القومي وشعبها من فيروس كورونا، اعتقد كل من يعطي لمصر ويرفع علم مصر حتى في مجال الرياضه، هذا الاحترام وارساء القواعد والمبادئ النبيله اللي بتؤسس لها القياده السياسيه هي منظومه قيم جديده بتعطي او بتشجع او بترسخ ملامح الولاء والانتماء لهذا الوطن، ان هذه البلد لا تنسى ابدا كل من اعطى وكل من قدم وكل من ضحى، وبالتالي فان ابناء الشهداء وابناء المصابين هم الاولى وهم في القلب من هذا الوطن وفي ومن الاهتمام القياده السياسيه. اعتقد مصر دولة شريفة، مصر أعتقد لن تبالي ومش على رأسها بطحة إنها تدافع عن موقفها، نحن بصدد واقع مختلف ومتغير، فأعتقد إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أعتقد إن هم فعل متربصين زي ما قلت لحضرتك إن هم بيستهدفوا مصر، أعتقد هذا البيان يعني ربما يدفعنا إلى مراحل أخرى، لكن مصر ستفوت الفرصة على الجميع. مصر بثقة فيما تفعل وثقة في وعي شعبها واصطفافه ونبل وحكمة قيادتها السياسية وصلابة مؤسساتها، أعتقد أن مصر بتمضي بثبات نحو اعتلاء أو الوقوف في مصاف أو الصفوف الأولى في المقدمة. وشفنا مؤشرات المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية وآخرها تقرير فيتش الاقتصاد المصري، كل هذا بيزعج الأعداء مصر التقليديين، لا يرضيهم أن مصر تتعافى وتصبح دولة قوية، بل يريدونها دولة مريضة مستأنسة مغلوبة على أمرها طردة، لكن مصر العظيمة لن تركع أبدا ولن تخشى أبدا. مصر من تتحدث بمنطلق قوة، كل الملفات الحمد لله مصر انتصرت في الغرب وفي الشرق وفي إن شاء الله كمان حقوقها مصونة ومحمية في الجنوب وفي كل مكان وفي شرق المتوسط. هذا لن يرضي أعداء مصر على الإطلاق، ولكن مصر أقوى من كل هذه المؤامرات ومن كل هذه المخططات. بالتأكيد أستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، جزيل الشكر لحضرتك.